خاصة عشائر الأسلم شمر والعبيد والعزة في ناحية حبرين. محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمر جبر خليل باستقبال وترحيب كبيرين، فيما أمر المحافظ بمعالجة فورية لقطاعات الكهرباء والماء وتعليم الطرق في مناطق النعمة وحمرين وتل قصيبة شرقي المحافظة. وقال المحافظ أن الهموم وتحديات كبيرة بعد مرحلة مواجهة مع الإرهاب، ما يفرض على الجميع مسؤولية التعاضد فيما بينها لفرز الناس السيئين في كل المفاصل المدنية والعسكرية، ومنع التحكم بمصير الناس وحقوقهم بالعيش الأمني تحت مظلة الدولة العراقية. وطالب المحافظ جهاء العشائر والمواطنين التعاون مع القوات الأمنية لتوفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى مناطقهم وتحويلها إلى مصدر للإنتاج والاستقرار. فيجب أن يكون قرار شجاع بأن نحن اليوم نفرز الناس المزينين ونبعدهم عن طريقنا، سواء في المدنيين أو في القوات الأمنية. يجب أن نترك الناس تعيش وتقرر مصيرها بشكل صحيح. الناس لا يمكن أنه إحنا اليوم أنا أجي أشمل منطقة كاملة وأتهمهم بوطنيتهم وأتهمهم بولائهم، ما ممكن. السيئين موجودين بكل مكان، في كل دقائق الأمور موجودين سيئين، وإلا ما كان وصل البلد إلى هذا الحال. لذلك إحنا اليوم يجب أن تكون يرجع الثقة، الناس الثقات اللي العوائل المحترمة يجب أنه تأخذ دورها ببناء الوطن وأن تسلح بشكلها الصحيح وبشكل صحيح ومنطقي، وننطي الناس مجال أن تدافع عن نفسها، لا أن تقتل وهم عزل.